الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال وحقد بدينا أيكو صاب سنتهي موضوع عين آدي يا دوبا هن هاو الله كعبسية مركن ير لتشوغو لغو العليو لسكو براروتشيو بلا ينورن كرنو سيدا كم قليسين خطبة خطبة الحاج نبي قوحو نوتش دي عليه الصلاة والسلام مركز توقفكو هذا الجيدين أيو إلا آخرية آية ذا الله كعبسية فرع يدتك وفائدة ذا إيا مهمة ذا إلا ذا درادي أفسدوا مركا أي راتو عرفك يا عقلك يا عادة تتكبا وإحمالا كل دي أفسد إلى هاي راتو صدح موضوع أما صدح قضابة إنه ميت بوحير كورن دونا معناها الله كعبسك يا مدنانتو كل يا هاي شرعك يا مرها لقى قوسنا يو مركا الله كعبسك السيما دي الحقيقية تعريفك أما تلمانت أي تقوى دولادي لأن شيء مركز سمين سوين التقانين أصحاب توي سكود إن الله أكرر على إنه غداين إنه تعريفيان أما إنه تلمامان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سقى الشرح يا أما تعريفين يا أما تلمام يا تقوى ذا شيء قال الله يقانون أيا وحولي يا التقوى هو هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الله كعبس وحويان إلهي وقلبك كوين وتكبر قنيس يا ذيكو كو عمل فلا يا وحي وسودتي يا ذيكو او ديار قرابة يا مالك حقي صلى الله عليه قيامها سك لها دي لوردغو وقفكين ويها قفتا عرا ودينتا كردقا كيدنا كدا ذاليا وديار قرابة آخرا أتابع وداعتني ما يدلال يدير قرو في آخر وحصو كسو هرو ديني ما تشرو صدح لاهر يوم هذا دو قفك السمايو الله كعبسي جوا الله جهر الساس سنة دين كنت البام كريابو عافما القلب جا يا عافما العمل كا يا قفك أركتدي شودير أصحابي جي وينا فوق هذا أصحاب تكمل ده عبد الله بن مسعود بسنا إنه شرح حياة تلمان تأي لا ده الله كعبسي وشرح يا قوله تعالى في سورة آل عمران اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آية خطبة الحاجة كتشرت شرحية مركا وحو ابن مسعود ليا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر الله كعبس وحوي إن إلهي الأقبل ولا أضيع وأن العاصين يا إن لحصوصنا ذا إله وقلبك أنا كبحين وأن لا إله إلا الله. إيه إن لقوا ما هذا نقول نعمة دي سفرها بدن وأن لقى قالوا لي. يسقون معنيه ابن عباس وشاعي. أيوم بوسك كلاو دقاو. تقف كإله أداع يا إله بك عبسنا يا. إله بأن حسوسين هاي. نعموين كي سنة. وكم هذا نقيا إله نعموين كاسية بكم هذا نقيا. حسن البصري وارقي أصحابته علمي كهر قضي أي تربيين أي حكمة ذها بضنا يسقون أو تعريفين يا وحول الله المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم تذكر إلى هاي كعب صلاة وتذكر إسكا إلى هاي كف يتشجنا كف وقالة وحول هاي وديدو كحرنت النبي أسق روح بضنا ولا إيمان يا وحي وكواتشني دين تبوا الله بضاع عمر بن عبد العزيز دوح الله يهي والتقوى ما هبين كينا إلا عبادة استمع لنتين الله صومه انت كرح حيثنا حران تاض ولا قضو وقفكو إنه مرنا لنا عيها مرنا لنا عيها ماها ومرنا وددا وكتو سي مرنا وكنا عيها وددا إلهي وإن لقو توسنا هذا بالله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداه ما افترض الله عليه وأمر والبتشيت كإلهين لقو توصنا هذا بقولين
وهذا مساجد كمركة توكتي لها كعب صنع يسوى المين يسوى خشوع يسوى عبادة صامين كقول لا لا مركة لكن بنان كوب بحذات بخارك تكتا ما حفيز كتكتنا قف كلا أدنى قنيس تالك عبس اللي ما يلي هذا يقول لي يقفكم مركو سوق تشوغو يا مركو حفيز ك وحكم معمولة يا تشوغو يا مركو أهل كلا تشوغو يا مركو مسجد كتشوغو مر والبو أدنى له مركة نصوره رينه تعريف التقوى وحاو نقول يا دفع شيء بشيء في شيء لشيء اما دفع شيء بشيء عن شيء لشيء دينا في صومال كفسرنا وحويان شيء لا يسكر ريحه او وحكى لا لقوح ريحه شيء لا لقى ريحه يا شيء لا دون يا درادين معناه هذا وحوي قفك وحي يسكر ريحه يا عذاب الهي وحاو كل ريحه يا طاعه يا عباده وحاو كريح يا نفتيس وحانو ربطها لنقشها إلهي وحكمة دوية محاذ محاينو تاقن النبي وحلا اتقوا النار ولو بشق تمرة ورنارتا وحيساقرنها حبات شاحة تمر حبات تمرة شاحة نهات مركا صدقاء سنة ساير سنة مركا وحا اسكرها بيسا اسكرها حيسا نارتي إلهي يا عربي إلهي يا عذاب كيس ضاعت يا عبادة تكهر قيسن ايات كهر قيني ساقاشان كواة waxaad ka riixaysaad ka reebaysaad u dagaalamaysaan oo naftaada waxa inuu rabnaa inuu rooreynaano waa ilaahay raali noqoshiis subhaanahu wa ta'ala taqwadu waa taas weeyaan wuu iska ilaaliyay baa itqa aan shay shaygaas uu iska ilaaliyay marka la ka cabsigeen inuu sidaa u fahamnaaba muhiima higsi iyo wax lagu fikiro qoreynaano ahayn qalbi iyo qowli iyo ficil baa uu ka imanayo macnihiisa marka inuu inta kaga gudubno ahmiyatu taqwa wa mizanaha fi shari'a الله كعبسية هي منزلة هي شرع عدم مجا أي كل هذه مدنان تهذين حسينا وجهرين وابا كلمة الإخلاص أيها الله قوم قاعد رايبا كلمة التقوى هي كلمة الإخلاص كلمة التوحيد كابا مجعي ذا وحلا إلى كلمة عبسية وقفك كلمة كل واقعي وحي كان سنة يسا كلمة مركا كرمت هاي قفك إنه لها كعبسية سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها نبي محمد يا أصحابتي سوحي كؤت كاذين وأنا ويدارني وإلهي وسخري أنا ويدارن وإلهي وسخري كلمة التقوى كالبدي على كعبسك أي كل واقعين كل نورايا marka taasalkii islaamka laga soo galayba hadii loogu magac daray mudnaantaas iyo miisaankaas ay leedahay alla ka cabsigu waa shaygu ilaahay faray gaaliye islaam ba oo muslimiinta oo qura lagu koobin ya ayuha an-nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah gaaliye islaam ba baq ilaahay u jeediyay weey ilaahay ka cabsada kana una gaalnimada iska daa kana una dambigiya macsiyada alla ka cabsigu miisaanka uu leeyahay iyo inaan ahayn wax la dhaafi karaba nabi wala ma rasuul waliba marka umadiisa uu yimaado casharka halka uga bilaabaya wey ilaahay baa wuxuu walaqad wasayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah awliyada idiba farayda ilaahay idinka iyo umadi idinka horeeyay kutubta la siiyayba alla ka cabsigaas uma idin faray waxaan ka tagay cidna ka dhaafay ma ahayn رسول الله بن الله سوغا بلابي قلدي سورة الشعراء حتى دخلده شن نبي ما مقال كودي وغهر ريي إيا وعدي قودي وغهر ريي مذو لبا وكب بلابي يا الله كعبسي إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وشن نبي وأري إسكوميرا وأري أن لدافع كرنو هل كإنسان كو كمير قبوية هدية آنو هل كالله إيمانين أو حبال لغا دادعين كرين بيسان كالله كعبسي كشراعة دحذة ذو كله يهي وحد دليلو وابا حكمة دينو عبادة سنة نبا وعبادة دين نبا الله كعبسي بين كره هذين وبركو قفكو عابد نوضا وحو قاريا درجة دا قبني ماذا أم الله ديراني ماذا الله إذا هذا متقيك هم التقوى الله وحر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
dadkii buu yeedho ilaahay wuxuu leeyahay rabbigiina caabuda ummadii horena isagunbaa rabbi u ahaa cibaadadaa saydin cabsi ku heli si aa u cabsataa buu ilahay leeyahay soomkiina u fiirso ummadda ilaahay uu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykumu siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun soomkii idinka iyo ummadii horeba lagu waajibiyey la yimaadaba ilahay u leeyay soomkii waa laydinku waajibiyey sidii ummadii horeba laydinku waajibiyey waxa loo socdaana waa ina cabsataan wuxuu ilaahay faray iyo wuxuu u diidayba dadka u diidayba waxaa loo samaynayaa kaana kana looga tegayaa waaba la kacabsigaba waana haadaa siraadii mustaqiiman fattabicuu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili dalikum washaakum bihi lacallakum tattaquun waxaasoo dhana ilaahay idiin dardaarmay waxaan uga jeedaa buu ilaahay yidhi in dareenka cabsida la yidhaahda qalbigiina galo cabsidu xarunteedu iyo halka ay degto waa xubnaha halka u muhiimsan oo qalbiga ah wahada yadulu calaa miisaaniha wamakaanati arrintaasina waxay tilmaamaysaa laka cabsigu darajadu ku leeyahay dhaqankii iyo qofka camalkiisa ahamu cudwin fii jismi linsaan marka qofka jirhkiisa la eega iyo marka ruuxdiisa la eegaba shayga u muhiimsan waa qalbiga halkaasuu qalbiga ayaa xarunteedu ay tahdo ay ka soo fushaa laka cabsigu iyo qofka waxa aynu ku arkayna inooga muuqda keliya maaha weligiiba hadda dadaalad daacadnimadii qalbigu haddaanay jirin iyo cabsidii iyo dareenkii ku weynaa ee xusuusta ilaahay waxba kama jiraan waxiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dheeraa ee qiimaha badnaa markuu ummadda ku waaninayay waxa uu lahaa attaqwaa haahunaa saddex jeer buu qalbigiisa ayuu nebigu farta ku fiiqaya wuxuu leh alla kacabsi wuu ah halkan alla kacabsi wuu ah halkan intaasi markaynu kaga gudubno mudnaanta uu leeyahay alla kacabsi waxaynu u gudbi lahayn midhaha laga goosanayo ila waxoolaad qabanaysaaba faa'iidu leeyahay midhaha waxaa kow ka ah jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabatullah aada waxaynu uga ordaynaa aynu ilaahay u jecelnay diintiisa u jecelnay rasuulka u jecelnay ilaahay idin jeclaado jacaylku wax weyn weeye jacaylka adduunyada dad badan baa u ordayo wax kala jecel madaxdu waxay u ordaysaa shacabku ha idin jeclaado shacabku wuxuu ordayaa madaxdu ha idin jeclaado islaantu waxay u ordaysaa odaygaagu ha ku jeclaado waladkii wuxuu leeyahay waalidku ha ku jeclaado jacaylkii nooca ahaa iska soo wada dhaaf oo jacaylka aynu u soconaynu u ordaynaa waxa wey ilaahay inuu inan jeclaado subxaana wa tacaala markuu ilaahay ku jeclaadana cid ku cadhoonayso kale waxba kuma yeelayso faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddati mina allaha yuxibu lmuttaqiin gaalada iska celiya oo ballamahana ilaaliya ogaadana inuu ilaahay jecel yahay dadka isaga ka cabsada fama istaqaamuu lakum faistaqiimuu lahum ina allaha yuxibu lmuttaqiin gaaladu intay idiin toosan yihiin ee ballanka ilaalinaya idinkuna ilaaliya ogaadana inuu ilaahay uu helinayo barbar taagan yahay kuwa isaga ka cabsanaya balaa man awfaa bicahdii wattaqaa fa ina allaha yuxibu lmuttaqiin aayad saddexaad iyaduna sheegaysa addoonka camalkaa wanaagsan inuu ilaahay ku jeclaanayo mar walba qofka taqwada labaan jecelay baa ilaahay subxaanah wa tacaala marka toosh iyo elays baynu ku raadinaynaa wuxuu ilaahay nagu jeclaanayo waa raxmat ullaahi tacaalaa fi dunya waalaakhira naxariista ilaahaynu baadi doonayno oo ah waxa ka dhalanaya markuu ina jeclaado alla kacabsigaa lagu helaa qur-aankaa ilaahay inoogu caddeeyey qur-aanku aada buu uga warramay baabkan baababka iyo akhlaaqiyaadka iyo qiimaha ee dhaqanka fiican oo qur-aanku ka warramay kuwa u badan weeye baabkaas 288 aayadood baa ilaahay uu ereygaa ku xus ku soo celcelinaya marba si uu dhigaba iyo marba macno uu leeyahayba waraxmatii wasicat kulla shay fasaaktubuhaa liladiina yattaquun naxariistaydu shay walba way ka ballaadhatay baa ilaahay uu waxaanaan ku gooni yeeli doonaa aakhiro dadka iga cabsanaya un wahaada kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak fattabicuuh wattaquu lacallakum turxamuun si aad naxariis u heshaan ilaahay ka cabsado kitaabka aan soo dejiyey raaca baa ilaahay uu leeyahy aayaduhu aada bay u badan yihiin dadka muslimiinta ah gaalay ishayaan shaydaan bay ishayaan naftooda ishayaan cadowgeenu wuu fara badan yahay cadowgaa waxaynu kaga gaashaaman karno ee wehelka ilaahaynu ku heli karnaa waa laka cabsiga aayado badan baa ilaahay uu ku caddeeyey waa sababun licawni illaahi wa nashrihi wa ta'yiidi markaynu doonayno cid aynu saynayna aynu iska celinno cabsi alla waanay jirtaa laakiin xaydxaydasho kale iyo itaal aynu leenahay inaynu isbidno ilaagoo ilaahay kasii jeedno waxba kuma hirgelin karno alla wuxuu uhi waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa
وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ قالوا دمي ويسوكين راعي مسلم إذن كنا هاو كالهارين إذن كنا لدقالما إذن كو وذجرة وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ لكن أغادة عدة وهلين ينبربر تاغنها وعدة يقعب سنيس الله وحده سبحانه مركلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون مرغدا يا عبسدا بني ادم ككبدن وحين كغف كان كرينا كغبد بادين عبسدا الهي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولايدي يوهلك الهي بين كهلينا مدها لغا غوسن يا عبسدا الهي وحكمدا إنا ينهين الله أبا المرين وين أو إلهي مويا أن عيد كلابا لغهلين وبشاروينك إلهي ونقب الله قاضي مركا ينسقى إسكرد السينين وكعب سنين ذلك أمر الله أنزله إليك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أجر قالوا وينين يا أبا الوين بان ديار الله وإلهي مويا عيد كلابا أن لغهلين وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وحسب الشاروينة ما كوبي كرنو معنا موضوع هاتي اللي سي وضن ثمرة التقوى الله كعبسي قاية مراها اللي قاية ليو وقت دار بيقا هذا نيس بركو الله يلوحي نبراروك جنينا حاران تتتكو براري وين الله كعبسي كاتشو جيا واجب كاللفو ذايت سادي وين الله كعبسي وكو قدير هيا دول ميقاية حد كذبك وين وهلك إلهي الدراميس هي إلهي وقلبي قاية كوي وكاتشو جيا marka arintaas waxa ay u baahan tahay in nafteena ku tarbiyeeyno caruurteena ku tarbiyeeyno bulshada ku tarbiyeeyno adoonku marka uu ifkan joogo waa inuu ogaado marnaba inaanu ilaahay ka maqnay subhana wa taala inuu ilaahay eegay fi sirri wal alam meel kasto joogo inuu ilaahay weheelinayo hadii dadku ka xishoonay iyo dadku iska eegay iyo sharciga iyo booliska iyo maxkamada intiba ka maqan yihiin haduu safar ku jiro haduu gurigiisa joogo مر والبين ولا هاي أكتاجا يأو هلينا يأجيا والله يحول بين المرء وقلبه مركي درين كاس كشره مركه ويا مرك النرش قفكو أي شرته هدي تعال جوا يوح علينا يا مجر عد إلى لين كرتانا مجر مركا تاسينا وح لجوه اللي كريا عبادة إلى هاي الله بضي سبحانه وتعالى يطاع عديسا يمعاصد الله يرايو يا نبي محمد الله قط إذا عليه الصلاة والسلام مركي إلهي بينو برينا إنه قلبك إنك وين يا الله كعبسك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك البر والتقوى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والدرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة